نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. تراجع الموجودات الصافية من العملة صعبة إلى 102 يوم توريد. إمساك إيقاف شخصين من أجل تعاطي نشاط في المواد الخطرة. إثر وفاة سجين مودع بسجن المرنقية، النيابة العمومية تأذن بفتح بحث أمني. وخلال استقبالها للمدير العام ورئيس المجلس، إدارة صندوق النقد العربي نجلة بودر رمضان تؤكد حرص تونس على مزيد تطوير العلاقات مع صندوق النقد العربي. إلى تفاصيل النشرة، حيث أكد البنك المركزي التونسي بأن الموجودات الصافية من العملة الصعبة تراجعت يوم أمس الخميس الرابع من نوفمبر الجاري إلى 102 يوم توريد، أي ما يعادل 22.6 مليار دينار، وبلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة خلال الفترة نفسها من سنة 21 و2000 نحو 21 مليار دينار لتغطي 125 يوم توريد. أكد المتحدث باسم الإدارة العامة الحرس الوطني حسام الدين جبابلي أنه في إطار مراقبة صنع ونقل المواد الخطرة، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بإمساك من ولاية سوسة بعد القيام بالتحريات الفنية اللازمة من كشف واحتفاظ بشخصين من أجل تعاطي نشاط في المواد الخطرة خارج الأطر القانونية، أحدهما عنصر سلفي حجز لديه 26 وعاء من فئة 20 لتر مملوءة بمادة الكحول، والاحتفاظ بشخص آخر صاحب شركة العطورات بسيدي عبد الحميد سوسة من أجل تورطه في نفس القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية. استقبلت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج أو بقصر الحكومة عفوا بالقصبة المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي. وعبرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن ارتياحها للمستوى الجيد لعلاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربي، مؤكدة حرص تونس على مواصلة العمل من أجل مزيد تطويرها. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية من القبض على شخص من مروعي أهالي حي الزهور محل ثلاث مناشير تفتيش من أجل السرقة والعنف والسلب وبيع المخدرات، كما تم حجز 54 قطعة من مادة القنب الهندي بحوزته وهو بصدد ترويجها في الجهة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لحين عرضه عن العدالة. أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس نويوي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بفتح بحث أمني للكشف عن ملابسات وفاة سجين مودع بالسجن المدني بالمرناقية، وذلك في انتظار تقرير الطب الشرعي. وفي سياق آخر، استقبلت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ظهر الجمعة القائمة بالعمل بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق لها، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة البيئة. هذا وقد تناول اللقاء الملفات المتعلقة بمجال البيئة قصد بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين ونقل وتبادل الخبرات خاصة في مجال التربية البيئية والمحافظة على المحيطات. وقد مثلت هذه الزيارة فرصة للتداول حول مختلف المواضيع ذات الأهمية الدولية المتعلقة بالبيئة على غرار ملف التغيرات المناخية. أفاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي خلال لقاء جمعه أمس الجمعة الرابع من نوفمبر الجاري برئيس الجمهورية قيس سعيد بأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الاقتصادي سيكون فاتحا للتحول الكبير الذي سيحصل في تونس من خلال تحقيق معدلات نمو عالية وجلب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. على إثر وفاة سجين مودع بسجن المرناقية، النيابة العمومية تأذن بفتح بحث أمني. تراجع الموجودات الصافية من العملة الصعبة إلى 102 يوم توريد. إمساك إيقاف شخصين من أجل تعاطي نشاط في المواد الخطرة. وخلال استقبالها المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بودن تؤكد حرص تونس على مزيد تطوير العلاقات مع صندوق النقد العربي.
نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.